هلا صحيح. نحن بموسم اعياد، يعني هذا الشهر تزامنت عنا اعياد كثيره، اعياد الفصح للطائفه الغربيه، وايضا هلا الشرقيه بعد الاحد القادم رح يكون عيد الفصح ورمضان، ودائما الحلو والمناسبات هو سيد الموائد يعني مثل ما بيقولوا. أكيد سلمى، ودائما نحن بنحاول نسلط الضوء على مشاريع كتير من الصبايا والسيدات اللي بيعملوا حلو بإيدهم، لكن في لمسة فنية وإبداعية. اليوم ضيفتنا السيدة رشا سودان، هي صاحبة مشروع صغير لصناعة الحلويات، رح نحكي أكثر عنه معها. يسعد صباحك. صباح الخير. وأهلا وسهلا فيكي. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. يسعد شكرا. صباحك. صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيكي. يا ميت هلا. أول شيء يعطيك العافية. خلينا نبلش هيك، طبعا نحن معروف إنه اللي بيكون صايم بشم الروائح كثير بقوة، فريحة الحلو واضحة والشكل الجميل جدا ايضا واضح، وان شاء الله هيك بنقدر نظهره بخلال هذا اللقاء. خلينا نبلش نحكي، مشروعك ايمت بلش؟ هلا انا بلشت كاي ست بيت حابه انه تعمل شيء طيب لاولادها، لضيوفها، لاي حدا بخصها. هيك بلشت، بعدين لقيت عندي شغف بهذا الموضوع، فحاولت اطور حالي من خلال كورسات، من خلال تواصل مع شيفات عايشين برا. وبتعرفي السوشيال ميديا كثير صار لها دور بموضوع انه الواحد يطور حاله، وبس بلشت فعليا وقت حسيت انه انا لازم خصص كورنر صغير ببيتي لحتى اقدر اعمل هذا الشيء اللي انا بتحبه. هذا الشغف انه اقدر طوره، اقدر اطبق وصفاتي يعني بدون ما اقرب على خصوصيه بيتي. عم نشوف مثل ما قلنا بالبدايه اشكال والوان جميله، ونحن مثلا بنستضيف كثير من الصبايا والسيدات، مثلا بتلاقي عندهم مطبخ صغير او مشروع، بس الحلويات نوعا ما فيها صعوبه شوي، لانه بتلاقي السوق مليانه حلويات، في كثير من الناس عم تعمل مشروع. هون في ممتاز الشكل، اللون، نكهة، الطعم، الجودة، ليه اخترتي الحلويات بمشروعك؟ هلا أول بداية كان الفكرة هو شغف المطبخ بشكل عام، بس وقت وجهت للحلويات هي لأنه الحلويات ويمكن الحلويات الغربية مرتبطة بالأفراح وبالأعياد وبالمناسبات، فهيك بتدخل البهجة والسرور لقلوب العالم. هيك بلشت الفكرة، ووقت لقيت أنه هذا المشروع حاببته وقادرة أنه أنا أعمل فيه شيء، فكملنا بهذا الموضوع. طيب ست رشا، هلا عم نشوف نموذج من الشغل، طبعا هذا هلا كثير دارج، اللي هو الستيك اللي بيتعلق فيها كيك بوبس. ايه كيك بوبس باشكال متعدده، وايضا البوتي فور اللي بينعمل عليه رسمات معينه. خلينا نشوف نحكي اكثر عن، خلينا نقول التصميم. تمام. هلا يمكن اليوم جايبه شيء موحد مثل أكيد. السفره واحده اللي هو قالب الكيك مع الدينه اللي حواليه. الأفكار، طريقة التصميم، من وين تستلهميها؟ في إلك بصمة خاصة معينة، ولا مثلا بتشوفي الناس شو بتحب أنت بتصممي لون؟ هلا للأمان هن كل هدول، يعني نحن اليوم الكيكات مثل اللي معمل له ديزاين، حكون خطبة، عيد ميلاد، مناسبة معينة، فنحن حتى هدول القطع بنحاول نلحقهم يكونوا لاحقين الكيك مشان يعملوا هيك نفس زينة الطاولة، تكون طاولة حلوة، بالإضافة للقطع الثانية اللي هي مانا مرتبطة بمناسبة معينة، اللي هي ممكن تنطلب يوميا، مثل كيك الشوكولا، في كيكات ثانية يعني بنعملها بشكل يومي، هي مثل الشوفان تقريبا، هي شوكليت كوكيز، هي شو على كريم، يعني شيء بيشبه الكلير. وللامانه هي يعني هي الوصفه كثير مميزه عنا بال، يعني كثير مطلوبه. مثل عندك هون بتيفور القهوه، يعني طبعا في شغلات ثانيه بس يعني ما بنقدر نجيب كل شيء بمره. صح صح اكيد. شغل حلو، يعني بتحسي في هيك لمسه، يعني الموضوع تعدى الطعم، يعني نحن عم نحكي عن شكل، عن طعم، عن ذوق حلو. هون بالتصميم والقصص والتفاصيل قديش كمان بتضيف جمالية، يعني نكهة ممكن ناخذها من قطعة مش ملونة أو طعم ملونة، بس فعليا بيقولوا لك العين بتاكل قبل التم، يعني بيلفت النظر. هي تفاصيل قديش بتلعب دور بمنتجاتك اليوم، والناس كلياتها صايره بتطلع، ما بقى حدا بتلاقي جاب كيك عادي، لا بده يا عليه زينه يا عليه رسمه لابنه، بده حابب يعمل له شيء خاص. تمام. بهي المناسبه هلا اكيد بشغلنا التفاصيل كثير مهمه، وهي اللي بتعمل فرق، يعني بس هي التفاصيل وقت
تتوج بنكهه وساعه طعمه طيبه، فهذا هون بيكون وصلنا لشيء اختلاف بالتفاصيل، لانه احيانا طبعا الشغل بيشبه بعضه يعني، عرفت كيف؟ هلا هون بتختلف لمسه كل حدا بقى. هو شو ممكن يضيف للقطعه يعني، فهي بترجع لذوقه للمسته لشو شايف، شو قديش هو شايف، قديش هو متواصل مع عالم، هيك بتصير الفكره. طيب ست رشا، كمان خلينا نحكي شوي عن تفاصيل لها علاقة بالشغل نفسه. يعني اليوم اللي بيشوف هاي الصفة ما بيعرف قديش يأخذ جهد ووقت وشغل، وهون بدنا نحكي شوي عن معادلة صعبة بتواجه كل المشاريع الصغيرة، اللي هي حساب التكلفة للمنتج، وحساب كمان قديش بده يقدمه للزبون اللي بده يشتري منه، نفس الوقت ما يكون كتير غالي عن المحلات لحتى الناس ما تقول ما رح اشتغل مع شغلة صغيرة، انه انت هون بتقدر توصي على الطلب اللي بدك اياه. نحكي كل هاي المعادله، كيف قدرتي توجدي لك طريق فيها وتطلعي هيك بمنتج مقبول من الناس وبنفس الوقت له بصمه خاصه؟ هلا نحن، انا ما بتعامل مع الاشخاص اللي بيوصوني هن الزباين، نحن بنتعامل هن الاصدقاء. وفعليا انا كل حدا اليوم بيوصيني انا بعرف شو بيحب وشو النكهه وشو بيحب، يعني زباين خاصين تمام، بيحب كريمه كثير، بيحب كريمه قليل، فانا فعليا صرت حافظتهم. هلا بجوز لانه هو وقت بياخذ من محل بيكون الكيك للعام، اما انا وقت هو كل حدا يطلب كيك عم ينعمل هذا الكيك خصوصي لإله، فبجوز هي اللي بتعمل فرق، هي اللي بتعمل انه يعني ممكن يقول انه اوكي انا عم باخذ الشيء اللي بدي اياه، انا عم لاقي الطعمه اللي بدي اياها. هلا اكيد الاسعار مدروسه، نحن مثل ما قلت تفضلتي حضرتك، نحن اليوم ما بنقدر نكون مثل اسعار المحل، نحن لازم نكون شوي، كونه نحن طبعا ما عندنا مصاريف اللي المحلات عندها اياها يعني، بس انه الحمد لله. بس بنفس الوقت نحن موادنا بنحاول نجيبها كثير جوده عاليه مثل ما نحن بنشتريها لبيتنا يعني. نحن اليوم ما بنعرف نشتري المواد التجاريه البحته، نحن اليوم بنجيب موادنا مثل ما بنجيبها لبيتنا. صحيح يعني، ف يعني الحمد لله قادرين نوصل لمحل ظريف. طيب خلينا نحكي عن ردود افعال عن شغلك اول ما بلشتي فيه، يعني كيف كان ردود الافعال الناس، كيف الناس شجعتك، المحيط والعائله كيف دعمتك؟ لانه احيانا بتحسي رده الفعل هي بتلعب دور بقديش انت رح تكملي بهذا الشغل وقديش بتعطيكي معنويات، وفعليا هي الفرحه او هي رده الفعل كان على شغل يمكن عم بلش فيه خطوه بخطوه وعم حط يمكن كل مجهودي ومشاعري واحساسي فيه. مزبوط الحكي 100%. هلا اول ما بلشنا مثل ما قلت لحضرتك، نحن بلشنا من خلال انه هيك عزيمه وضيافه وهيك، كانت تجي ردود فعل كثير حلوه انه ليش ما تعملي لنا، ليش ما تبلشي، ليش ما نحن كلياتنا بنشجعك. الحقيقه العائله كثير كثير لها دور، انه هي كانت مشجعه، المحيط اللي حواليه، الاصدقاء، الرفقه، كله كان مشجع، كله كان اعطاني حافز كثير مشجع. ولما بلشت كمان كثير في عالم وقفت جنبي، فهذا الشيء اللي خلاني كمل. اولادك يمكن اكثر شيء سعيدين بهي القصه يعني، هن مكيفين بيكونوا مبسوطين كل يعني الحلو والاشكال والالوان عندهم. هن بجوز احيانا بينظلموا لانه هن اول مين بدهم يدوقوا. بالعكس بالعكس الفايده معهم قبل اول. الحمد لله. طيب خلينا نحكي كمان ست رشا اليوم عن التسويق، التسويق بالمشاريع الصغيره هو يمكن من اهم الخطوات لانجاز هذا العمل او حتى ينعرف. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها لعبت دور كثير منيح لتوصيل الناس لبعضها مثل ما بيقولوا، كمان البازارات اللي عم تنعمل للسيدات من جهات متعددة كمان عم بيكون دور. نحكي عن تجربتك بهدول الشقين، إن كان التسويق الإلكتروني أو من خلال البازارات. هلا نحن كلياتنا بلشنا من خلال السوشيال ميديا والتسويق الالكتروني. هلا بس بالنهايه انا بحس انه هو هذا ما كل شيء يعني. اليوم انا وقت مثل ما قلت لحضرتك، وقت هدول الاصدقاء بيوصلوا السمعه الطيب مثل ما بيقولوا تماما، وبيدوقوا وبيبعتوا لحدا او حدا بيدوق عندهم، وهذا الحدا بيجي، هون بيصير التسويق الاساسي. وقت النكهه بتوصل لهي العالم وبيقولوا من وين هذا الكيك، لحتى يسال من وين، يقولوا له من عند رشا على اساس، وبيجي على اساس النكهه، هذا التسويق الصح وهذا التسويق المضبوط. مع انه اكيد البازارات والسوشيال ميديا لهم كثير يعني دور، حتى اللي ما بيعرفك يعرفك، بس انه كمان انا بقول انه الطعمه والنكهه لازم توصل قبل الموديل والشكل يعني هيك انا بتخيل. اكيد نحن سعيدين بوجودك ست رشا سودان، وبنتشكرك وبنتمنى لك التوفيق بمشروعك، وان شاء الله بنشوفك وصلتي لمستوى العرب والعرب الوطن العربي والعالم اكيد ان شاء الله يا رب.
تسلموا لي يا رب. شكرا كثير. شكرا كثير لك، بنتمنى لك كل التوفيق اكيد، وبنتمنى دائما لكل السيدات اللي عندهم مشاريع صغيره يضل هذا الجهد واضح وكمان يرد لكم بنفس المردود اللي تعبوا فيه. شكرا لك ان شاء الله. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا اكيد. اما هلا نور رح نروح لمحافظه